الشوط الاول من هذه المواجهه، كره طريق الاجهزه اليمنى، محاوله في جهه اليمين، كره عرضيه ملعوبه الى داخل المنطقه من اجل الثاني، ولكن كره بعد ذلك تصل سهله باتجاه حارس. انطلاقه هجوميه، محاوله اماميه، فرصه ومحاوله داخل منطقه الجزاء، تسديده تاتي ولكن دانجونو يتصدى فرصه. اوتيما يحاول في هذه اللحظات عن طريق الكرات الثابته ملعوبة الكرة عرضية لمنطقة الجزاء بالرأس، ولكن العارضة أمام الفريق المرة الثامنة في تاريخه في بطولة الكونفدريشن كاب. هنا محاولة كرة في انطلاقة عرضية موجودة داخل المنطقة وحارس المرمى دانجونو يتصدى، ردة فعل ممتازة. تيماب ركنية للفريق الكونغولي بالرأس، ولكن دانجونو تصدي وردة فعل ممتاز. مرور وتقدم ممتاز في الجهة اليمنى، كرة عرضية إلى منطقة الجزاء رأسية تأتي، ولكن كرة من جديد مرتدة سريعة انطلاقة هجومية، فرصة الثاني ولكن سهلة عند دانجينجو، سهلة ضاعت الفرصة الأخيرة تبعد من جرب دفاع. تسديدة تأتي ودانجينو، كرة طويلة، محاولة فيها تمريرة ذكية داخل منطقة الجزاء، فرصة وحارس المرمى تعود من جديد قوية، أكثر الدفاع تعود مرة أخرى، فرصة الآن متاحة فيها التسديدة لكن تصل سهلة باتجاه دانجينجو. مباراة واحد لا شيء ما زالت مستمرة في آخر 90 دقيقة، خلاص وصلنا ودخلنا على 90 ودانجينجو يلتقط كرته. في صورة اكتمال كل مبارياته المؤجلة، فارق نقطتين على المتصدر جرين ايجلز، مارك الثاني لانكانار ريد ديفيلز طبعا فريق الشياطين الحمر. ثلاثة ترجع كورة جراتي كيالا على اطراف لكامانجا، عرضية وفي القائم الأول، والحكم يشير إلى ضربة ركنية. لاسا جرادي، تمشي كورة جرادي لكولا روجرز، عندهم كانت التصويب دانجينو في وسط الميدان، تمر بالضرورة عبر متوسط الميدان الموريتاني لاساغرادي، التوزيع من كامانجا واستلام موجود الحارس دانجينو كما جات في القامة، ترجع بسرعة من كامانجا لتسولو، سريع خطير هذا اللاعب تشار زولو، يدخل منطقة الجزاء وفي القامة الأول دانجينو ينجح في ابعاد على ضربة ركنيات بدنية ممتازة لليفواري ساميفي. موسى سليمانو توزيع، التوزيع بالهدف الأول على الخط التألق ل 13 أمو، نتابع هذه الكرة والانطلاقة من الخطير سولو، أخطر لاعب في فريق زاناكو تشارلز سولو، التصويب والحارس دانجينو، ولد أخطر لاعبي 26 بيلشونس لومبا، 25 لومبار وتوخي الاخر، عرضيه كوره تسولو وضربه ركنيه في هذه المسابقه، يعني فريق لم يسجل اي هدف الى حد الان في مرحله المجموعات، يقبل 7 اهداف. الجهة اليسرى، لكن على مستوى الأندية الأمر يختلف تماما، الأندية البنينية غائبة كليا عن المسابقات.
الإفريقية، بينما التسديدة كانت سهلة في يد الحارس. الوكيالة في عملية القطع للكرة، هنا تتحول هجمة مرتدة لعناصر نادي زاناكو روجيرس، وتسديدة لكن ضعيفة 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 جدا في متناول حارسي المرمى. ضغط الجهة اليسرى، ناحية لعب روجيرس اللاعب البديل روجيرس، كرة هنا يمرر وفرصة التسديد، ولكن حارس المرمى دانجينو في المتابعة مرة أخرى. مباريات ستقام يوم 29 من هذا الشهر، هذه هجمة منطلقة لصالح الفريق الكونغولي، فيما كرة اللعب أمالي سهلة عند الحارس، فرصة للهدف الثالث، كرة مبوعة عرضية خطير متهمة بين بالكرة تضيع، تفقد خطورتها، هذه تسديدة عند الحارس. كرة عند مارسيل دانجينو. منتخب مصر الأولمبي الأولمبي حقق أيضا كأس الأمم الأفريقية تحت 23 عام، وهذه كرة عرضية جول أول وتصويبة، لكن إيه ضربة رأس جميلة جدا، والحارس داندي إلى أن وصل إلى دوري المجموعات. نهضة بركان المشاركة الرابعة والمحاولات الكرة الأمامية وفرص تأتي وجمل، جول 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 أول جول أول، ولا إيه كرة خارجية، كانت ممكن النتيجة تكون أكثر من هذا وأكثر من هذا، والفرصة ما زالت. عزيز 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 عزيز، جول يا سلام، أول هجمة وأول تمريرة متقنة من محليل، على أن نهضة بركان هذا الموسم خارج ملعبه غير جيد في بداية الأدوار التمهيدية. كرة عرضية خطيرة خطيرة خطيرة، يا سلام يا سلام على الجمال، كرة عرضية للتراوري وعرضية من حمد الله.